فرضت قوات أمن النظام في البحرين الليلة الماضية حصارا شاملا على عدة مناطق منها العكر وبني جمرة والدراز ومناطق أخرى، كما نصبت نقاط التفتيش في أغلب الشوارع الرئيسية محدثة اختناقات مرورية هائلة، ما تسبب في شلل الحركة المرورية وتعطيل مصالح الناس، إضافة إلى تعمد منع الأهالي من اصطحاب أبنائهم إلى المدارس. وقد بلغت حصيلة مداهمات المنازل يوم أمس أكثر من 50 منزلا في مناطق عدة صاحبها تحليق مروحي وإسناد بالمدرعات وآليات مختلفة. تأتي هذه الإجراءات القمعية في وقت تعقد فيه الجمعية العمومية لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري في جنيف، والذي تناولت فيه الانتهاكات المتزايدة في البحرين، مطالبة السلطات الخليفية بالوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي في احترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب. كما أفاد بذلك المقرر الخاص بالتعذيب إخوان منديز في مداخلته في الاجتماع المذكور. ورغم الطوق الأمني الذي فرضته قوات النظام على المناطق الثائرة يوم أمس، إلا أن المظاهرات الرافضة للاحتلال السعودي تحدت الطوق معلنة رفضها للاحتلال في الذكرى الثالثة لغزوه البحرين. وقد قوبلت هذه التظاهرات بعقاب جماعي على الأهالي، حيث غطى سحب الغازات السامة المناطق الثائرة وسط صيحات التكبير.